نبدأ ببيان الأهمية، تتجلى فيما يلي في شكل نقاط محددة. النقطة الأولى، تتجلى التربية العقلية للطفل في ضرورة تنمية ذكاء الطفل. كل حاجة اللي تنمي ذكاء الطفل فهي مطلوبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا يأتي دور العلماء ودور علماء الاجتماع، علماء النفس والتربية، والعلماء المعاصرين تاع التنمية البشرية هكذا، لأن هذه الأمور تساهم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنا نعتبر هذا الحديث حديث عظيم جدا. كيقول يا غلام سمي الله، معناه من البداية الطفل يتعلم اسمي رب سبحانه كيروح يأكل، ليس كذلك؟ وعلى بالكم في اعتقادي أن واحد إذا ماشي موالف يقول بسم الله منذ الصغر، ممكن يكبر تجي ثقيلة يصدم على الماكلة بلا ما يقول بسم الله، صح؟ فيه معنى آخر لازم كي نقولوا لذاري صغار بسم الله، نقولوا يا طفل هذه اللقمة نتاع الخبز باش وصلاتك، اسمع القصة. الله عز وجل هو الذي سخر الفلاح الذي زرع. الله هو الذي أمر السماء فأمطرت. الله هو الذي أمر الأرض فأنبتت. كاش نهار شفتوا فلاح هو الذي أنبت؟ الله هو الذي سخر الفلاح الذي حصد، الذي درس، حتى وصلتك لقمة الخبز بين يديك، طيبتها الأم ولا البولونجي الخباز. هذه اللقمة ما جاتكش مجانا، ابدأ بسم الله، صح؟ صافي كي تقول سمي الله، هذه هي المعاني التي يجب أن نستنبطها. كي نقرأ هذا الحديث نقول يا ربي الحمد لله. ولو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم باش تاكل لازم تقرأ سورة البقرة، وكي تشبع لازم تقرأ سورة آل عمران. شحال من الناس اللي بقاو جائعين، صح؟ يقول لك باش نكون ناكل لازم سورة البقرة. ايه والله، لو ما تقراهاش ما تهبطش الماكلة، ما تهبطش، مشكلة على بالكم. ولكن الحمد لله كل شيء ميسر. سوش كلمات بسم الله. لو كان نستعرف هذا الحديث، تلقاو الخبز اللي راه يترامى في ليكاج ديسكاليين في الباطينات وكذا، انا اعلم تربينا عند الشيوخ كبار في البلاد، كي يلقى لقمة خبز تتلاوح في الدار يدير اسومبلي جينيرال في الدار، لاليرت، اروح شكون رمى هذه لقمة الخبز؟ دبروا راسكم، كي العجوزة كي ذراري كي كلش كاع مسؤولين. يدير استنفار قصوى، حال استنفار قصوى، اضركم تشوفوا في كل مكان. نعمة ربي إذا كان ما عطيناش قيمتها ماذا يحصل؟ تقول تبذير، تبذير نعم، ولكن يا غلام سمي الله وكل بيمينك، قيمه التيمم، وكل مما يليك، وهي ثاني عندها قيمه. اذا كان طفل صغير من نهار اللي كان صغير تولفوا باش ياكل حقه، كما يقول في المثل الدارج كل حقك واغمض عينك. نقرص قبيلي اش لحقيش تقنطيطيش، هكا يا جماعه الخير، اش لحقيش تقنطيطيش وكل مما يليك. نقول لكم انا كي يجيبوا لي قضيه يقول لي فلان يدي تورني الاموال، يسرق الاموال 50 سنة ويحب ياكل الاموال زور وبهتانا، نقول له سي نورمال، نورمال، ابحثوا في تاريخه، تلقى في كان صغير كان يستلذ اكل حقوق اخوانه، وحينما صار كبيرا ما يزال يستلذها، صح؟ تربيه من الاساس. طيب لكي لا أطنب في هذه الأمور نبدأ تنمية ذكاء الطفل. اثنين، تنمية قدرته على التأمل، لازم ننمي فيه قدرته على التأمل ونزرع فيه الجانب الجمالي باش يتأمل. كي يشوف حاجة خضراء وردة يتأمل فيها، واحد الله عز وجل فيها، ماشي
يروح يقضي عليها، يروح شجرة يقطعها إلى يتأمل، كي يشوف هذاك الماء في الساقية أيضا نعلمه التأمل، تنمية ملكة التفكير لدى الطفل. رابعا تنمية قدرته وقدرته على التخيل والتصور، تنمية قدراته وتقوية ذاكرته وقدرته على التحليل. الذاكرة تاع الصغار يا جماعة الخير، وعلى بالكم والحمد لله جميع المحفوظات تحفظها سواء في القرآن ولا في السنة ولا في الشعر ولا كانت زمان، والآن كاين آيات يعني ممكن دون امتحان الآن على المباشر أنت تقول نقول لك الآية ونقول لك الرقم نتاعها والصفحة نتاعها، وهذه ماشي ضربة، هذه نعطيها رسالة للصغار إن شاء الله يشوفوا هذا الشريط الصغار بشرط نغمض عينيا سبحان الله نغمض هكذا تجاملك صفحات مصورة بالرقم. دروك الآن قلت الذاريات نقدر نقول هذيك آية آية بالفاصيلة من الآية الأولى الآية السابعة واش قلت قبيلة نعود وما نمرم وإذا كتب ربي ما كانش خطأ. الآية السابعة والسماء ذات الحبك، الآية 20 راهي جاية في بلد نشوفها الآن، الآية 20 تقول وفي الأرض آيات للموقنين، وبعد الآية 21 فينا في البشر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من بعد طلعت الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخر إلى آخر تجي كامل. هذه عن طريق التصوير والصغر، وأنا نترحم على الشيوخ اللي ماتوا الله يرحمهم اللي يقولون هذا كلام ربي. إذا قرأت القرآن الكريم عقلك يكون لاباس، شوفوا عليها مليح. نقول لكم حاجة جربتها منذ 20 يوم تقريبا، سمعنا من المشايخ اللي يحفظ القرآن الكريم حتى كي يوصل 90 سنة 100 سنة ما يهبلش، من كي يهبل كي يقرأ القرآن الكريم يرجع للعقل. هذه العبارة قلتها للجامعة بعد صلاة الجمعة بعد استقبال بعد العصر هكذاك، وراح نصفوا واحد اسمه سي شريف، هذا من هذا حمامة المسجد، حافظ لكتاب الله عز وجل ومن ذكرياته الرائعة قال لك نروح باش نصلي التراويح في واحد المسجد يقطع الواد، والواد هذاك كي رجع من التراويح لقاه حامل وهو حامل مصحف معاه، وبعدين خايف هذاك المصحف يتشمخ واش دار له؟ داروا هنا في الشاشية نتاعو وربطو، قال لك يمكن يوصلني المال لهنا على القرآن على الأقل القرآن ينجو. هذا الرجل ما يعرفش لا زوجته ولا ولادو خلاص. من بعد كي زرناه قلت له سي شريف السلام عليكم، انت حافظ ذكرته انت حافظ لكتاب الله، واذكرك بقصه سمعناها عنك هي هذه وتذكر. قلت له ممكن ندير لك امتحان الان نقرر اي ايه، نقول مثلا قال الله تعالى ما نقولش رقم الايه ولا جزء ولا شيء، نقول قال الله عز وجل في القران الكريم مثلا سنريهم اياتنا في الافاق، ويقول هذه بالجزء ما يقولش رقم الايه، هما ما قراوش هكا في الزاويه يقراو بالاجزاء، يقول هذه وردت في جزء في سوره كذا جزء كذا، وبعدين قل له والايه الفلانيه وين جات؟ يقول هذه. عطت له أكثر من 20 سؤال أخطأ في 4 الباقي أجابها سواسوا. قلت سبحان الله هذه من بركة القرآن الكريم، لذلك لا يمكن أن نقوي القدرات العقلية للطفل إذا أهملنا القرآن الكريم. تنمية تقوية الذاكرة، نرجع للذاكرة، هذه الذاكرة اسمحوا لي يا جماعة الخير احنا شبابنا وصغارنا من الأمور اللي ما يحبوهاش يقول لك هذه فيها الحفاظة، أنا نحب غير عقلي، سي فو خطأ، ربي يعطيك القدرات قوية يعطيك الذاكرة شغلها، أو كي تشغلها تتقوى أكثر وتتسع أكثر وعندها قدرات عجيبة على التخزين تخزين المعلومات. في هذه النقطة أقول كنا نقرأ في القاهرة في جامعة عين شمس، قرأنا في الجريدة في الصبح جريدة النور الصفحة الأولى الطفل المعجزة، طفل عنده 7 سنوات، 7 سنوات في عمره يتيم الأبوين وضرير، يعني شوفوا اجتمعوا لي 3 أمور الصغر واليتم والعمى، 7 سنوات في عمره صغير ويتيم الأبوين معنى مسكين ما عندوش والديه، وزايد أعمى ضرير لا يبصر. حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، وزير الأوقاف وهو أستاذي وقتها خذ قرار قالك تتكفل به الدولة إلى نهاية دراسته،
كلش يقرأ ويتعلم إلى آخره. الطفل المعجزة هكذا كتبت يعني الصحف على رأسها صحيفة أو جريدة النور الأسبوعية. ستة، إدراك العلاقات بين الأشياء وربط العلل بالمعلولات والأسباب بالنتائج، كل أخرى تحتاج تفاصيل. سبعة، تنمية قدراته على التعبير باش يتكلم، يعرف باش يتكلم. الآن كاين الكبار تقول له خاطب الناس ما يقدر يخاطبهم، أما كي يكون يوالف منذ الصغر يدير الحوارات ويتكلم ويعبر، عنده الحرية في التفكير والتعبير وبعدين للتحرير، حرية التعبير يكتب. كان الوالد يعرف يهضر تقول له اكتب، ما يعرف يكتب. لذلك تنمية قدراته على التعبير. ثالثا، تنمية القدرات العقلية الطفل. كيف ننمي هذه القدرات العقلية الطفل؟ أيضا كل نقطة فيها تفاصيل، كل نقطة عندها عشرة، يعني هذه النقاط العشرة كل واحدة عندها عشرة نقاط جزئية. طبعا ما يدرك كله لا يدرك جله. فيما بقي من وقت نحاول نشرح بعض التفاصيل. نبدأ أولا بالتعليم العلم. كل ما الطفل نحبوا له العلم والتعليم، هذا باش نحبوا يا جماعة الخير، كاين جملة أمور. وعلى بالكم كي تدخل الأسر، كاين كثير من الأسر يديروا لأولادهم ميكي وصور وصور تاع لي فوتبالور وكذا، يا خالد موجودة هذه، تلقى كاع الصور تاع المطربين والمطربات والأحياء منهم الأموات كما يقولوا إلى آخره، ولكن ما عندوش صور العلماء، ما عندوش صورة نتاع القمر ولا نتاع الشمس ولا نتاع الطبيعة ولا اللي تخليه يتأمل ويحضر بسبحانه عز وجل، ما يكون هذا الشيء. وما عندوش مكتبة، مكتبة ولو صغيرة هكذا، مكتبة صغيرة. وحنا للأسف يعني احنا اللي صالون تاعنا طبعا ماشي كامل، ما عمرنا غير بالكؤوس والفناجل ومش عارف ايه وليسيرفيس، سيرفيس نتاع الماء ونتاع القهوة ونتاع الجازوس ونتاع الأتاي ونتاع الارتيزان وتربح، ويمكن يكون شوية مصاحف هكذا للزينة وشوية كتب كتاب فتح الباري. وش هالمرة هكذا يعني ربي يغفر لي، كيدخل هكا الضيوف اللي ضيف عند الناس اللي نعرفهم مليح، كيفاش نقولوا هذا كتاب كاش ما نحيط له غبار ولا تباصي ترفدهم. ومرة قلت له ارحم بابك، كل ما ترفض طبسي ارفض صحيح البخاري، على الأقل سوي بينهما، يعني سوي كي ترفض الكؤوس باش يشربوا الناس القهوة ولا ارفد مع صاحب البخاري، ما تخليش ثم فقط يعني للزينة. العلم. اثنين، حفظ القرآن الكريم، أو قلناها قبل حين، كي قرأ القرآن الكريم العقل نتاعو بإذن الله تعالى سيكون قويا وما يخافش أيضا ما يخرفش في نهاية العمر نتاعو. علاش ذكرت هذه القصة؟ باش الناس تحافظ على القرآن أكثر. ثلاثة، الرعاية الصحية. يا أخي يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. ايه علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم احاديث كثيره، علموا اولادكم كم السباحه او الرمايه، السباحه وركوب الخيل، احاديث تطرا في هذا الباب، لان العقل السليم حقيقه في الجسم السليم. وكنت نتكلم عن الرعايه الصحيه، نتكلم حتى عن التغذيه السليمه، التغذيه السويه طبعا في حدود الطاقه والامكان. والحمد لله انه الغذاء القوي المقوي للجسم، هذاك الغذاء رخيص سبحان الله. والآن رانا في صراع كبير مع الطبيعة، ورانا نسمعوا في هذه الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة نتكلموا عن الطب البديل والطب الأصيل، ونتكلموا عن فوائد الزيتون، زيت الزيتون وفوائد الشعير وهكذا، وروحنا في واحد المتاهات يا لطيف يا جماعة الخير، المأكولات هذه المعاصرة، وبعدنا على زيت الزيتون، وبعدنا على التمر، وبعدنا على البن، وبعدنا على الرايب، وبعدنا على القمح والشعير، ودخلنا في متاهات خطيرة وخطيرة جدا. مرة أحد الأطباء الجزائري دار محاضرة على المأكولات، خطورة المأكولات المعاصرة لي كونسيرف هذو كذا، وكذلك أثرها السلبي على الصحة، وانتهى السرطان والهموم هذه كامل كبيرة. وبعدين كيف يتكلم عن الغذاء، التغذية السوية السليمة الخير والملح. حنا الله يبارك فيك كي تاكل طعام سوتو في الجفنة وحدة، الله يبارك كيما زدتو ديرو نتوما نعطيكم الصحة، خاطركم تباصر في باباكم والله العظيم، تباصر في الركونة كاع، كل واحد يدير في الطبس تاعو، هذا في الكولوار، هذا في الباركو، هذا اللي هي هذا اللي هي. الجفنة هذيك الله يبارك يا سيدي، وفيها البركة وفيها ما شاء الله، أليس كذلك؟ فبالتالي إذا الرعاية الصحية والتغذية السوية، رابعة الرياضة، خمسة الاستقرار والهدوء. وعلى بالكم لا يمكن الإنسان باش عقله يخدم
إذا كان ما كانش في حالة من هدوء استقرار. بهنا نقول رسالة موجهة للأسر، الأسرة إذا كانت مستقرة ولدها يكون عندهم عقول كبيرة. أما إذا كان الأسرة المضطربة التي صارت جحيما لا يطاق، أكيد الأولاد ما يكون عندهم تربية عقلية قوية. الله أكبر. لأن الاضطراب والفتن والصراعات والنزاعات الأسرية تضيع الأوقات وتدمر الطاقات العقلية. إذا ما هبلوش لباس. فضلا عن مساوئ أخرى، أن الأولاد يخرجوا من الأسرة بحثا عن الدفء والحنان، يلقى روحه ربما في متاهات أخرى، يلقى روحه مع رفاق السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ستة، التشجيع الابتكار والإبداع. لازم الصغار عندهم طاقة الآن، خاصة في الأمور الإعلام الآلي وكذا، وعلى بالكم الصغار يعرفوا خير منا، أليس كذلك؟ تعطي له واحد، الله أكبر، تعطي له واحد كيما هذا يجونغلي بيه، تعطي واحد كيما هذا الله يبارك كيف كيف، تحوس في البارابول يسلكوها ما شاء الله، عندهم قدرات وقدرات عجيبة جدا، ولكن يحتاج طبعا إلى رعاية وإلى ترشيد وإلى توجيه. سبعة، اللعب. أبو حمد الغزالي دار محاضرة كاملة، نقول بلغة العصر المحاضرة، هي بحث طويل يتكلم عن علاقة اللعب بتنمية الذكاء. أبو حمد الغزالي قبل ما يتكلموا أصحاب التنمية البشرية الآن سبقهم إلى هذا الأمر. قال لك اللعب، أسكت حتى ينتهي. تحدث عن علاقة اللعب بالذكاء. هو يقول مما قاله، قال كل ما الطفل يشبع من اللعب، كل ما يلعب، كل ما قدرته الذكائية تاعو تكون في حالة من النمو ومن الارتقاء. ثم نقطة الثامنة اللي بالنسبة للعب، بالمناسبة الشيخ شعراوي رحمه الله صاحب الخواطر القرآنية قالك مرة، هو واحد يحكي عليه، قالك زارني في البيت وبعدين بدأوا أولاده يديروا مشاكل هكذا، يديروا يضحكوا ويلعبوا إلى آخره. قالك أنا كنت في حرج، يعني كشغل حرجوني قدام الشيخ وضيف وكذا. قالك هو رفعني الحرج، واش قالوا؟ قال دعهم يعيشوا الطفل تاعهم. معنى الطفل طفل يجب ان يتمتع بطفولته ويلعب. ولكن طبعا في اللعب كاين قيود، كي قلت قلنا كل نقطه تحتاج للتفاصيل، ولكن في هذا القدر ان شاء الله كفايه. ثمانيه، تنميه الهوايات والانشطه الترويحيه، هذه ايضا مهمه. بعض السياحات الهادفه الى اخره، والهوايات واكتشاف الطاقات والمواهب. وسمحوا لي، العملية التربوية لا تقتصر فقط على التلقين والتعليم فقط، تعطي المعلومات فقط. نرجو من المعلمين باش كل معلم يجتهد في اكتشاف الطاقات والمواهب، لأن الله عز وجل قد وزع المواهب على البشر. ممكن هذاك الطفل اللي راه معاك في القسم عنده طاقات إبداعية رائعة، عنده مواهب عالية المستوى جدا، ولكن قد لا تكتشف. هنا دور المربي ودور المعلم. تسعة، أيضا تحبيب القراءة والاطلاع للأطفال. ما يكتفيش فقط بقراءة الكتب المدرسية اللي مفروضة عليه فرضا، لازم نحبب إليه، نحبب له الاطلاع، ولو ماشي في التخصص نتاعو، يقرا كتب اخرى، يقرا مثلا كيقرا في الحساب، يقرا كتب اخرى نتاع التمارين والمسائل وهكذا. اذا كان مثلا يقرا في الجغرافيا، يقرا كتب اخرى عن الكون، كبر اليقينيات الى اخره. يعني هذه المساله في غايه الاهميه، وباش يبقى دائما يعيش مع الكتاب ويحب الكتاب. وفيه دراسات في هذا الباب يقارنوا بين الشعوب اللي تعطي قيمه للقرايه ولا ما تعطيش قيمه للقرايه. وحنا جماعه الخير عندنا اوقات كثيره ضائعه، اليس كذلك؟ هذه الخطاب درك ماشي غير للصغار، للصغار والكبار. يعني المره اللي فاتت كنت في الجامعه، في واحد الجامعه في الحي الجامعي، قلت يا جماعه الخير يا اخي مازال ديروا لاشين باش تاكلوا، لاشين الماكله بلاشين. ايه قالوا كاين لاشين. صورك لاشين مرة فيها كاع، حتى في الطريق رانا ندير لاشين. وباش جبتي زيزو حتى الجزائر كنت ثلاث ساعات ونص،
ليس كذلك؟ وتولي ثلاث ساعات ونص مع السبع سوايع ضاعت في الطريق. هذه كارثه كبرى، كبيره بزاف. سبع ساعات كبيره بزاف. ماذا نصلح؟ صدقوني ما نقول هذا الكلام فقط على بالي ذراري طلعوا على هذا الامر. غير في الاصفار قرات مئات الكتب في الاصفار، مش عشرات، مئات. بين البارح واليوم وللبارح ثلاث ايام قرات اكثر من 20 كتاب عادي، والحمد لله رانا في طريق. حتى عمل ايه كما قال المصري، ماذا تصلح؟ البرنامج نتاعو البارح خمس محاضرات في اليوم، نتاع البارح محاضره في ثنيه، من بعد البليده، البليده العزازقه يعني بعد تيزي وزو اكثر من 30 كيلومتر. واش ديك المسافات؟ على الاقل ست ساعات في الطريق. تبقى هكذا قراو فلاشين، مرجع للجامعه راك فلاشين باش تاكل فلاش. ما نقولكش غير القرايه، ارفد كتاب، ارفد قصاصات، احفظ القران الكريم، احفظ بعض الاحاديث، ادي اربع احاديث معاك باش توصل البلاطو هذاك باش تاكل، تحفظها زوج ولا ثلاثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. شويه شويه وتحفظ في الفرقه في لاري تستنى. يا الحمد لله، لا ما نقول عندنا ونستناو كثير. الاوقات الضائعه التي لا كثيره جدا، اليس كذلك؟ على الاقل ندربوا ولادنا من فرق باش يحبوا القرايه. وربي قال اقرا اقرا. انا نشوف اي واحد حتى يكون ما يقدرش يقرا يقول لك ما نقراش، ندوخ ولا مش عارف في الطوموبيل ولا كذا. يا خويا كاين الاشرطه وكاين كاين الحضاره، تسمع الخمس محاضرات ست محاضرات في الطريق، تتثقف، تروح ترقد كيف كيف، ايضا تسمع الشريط وهكذا. الان التكنولوجيا يسرت، يسرت كثيرا يعني باش نقرا ونثقف الى اخره. وطبعا هذه ماذا بك نغرسوها في قلوب وفي عقول الصغار. ثم باش ننمو قدره العقليه الطفل والابناء نحتاج الى الدفء والحنان. واسمحوا اذا كان اختصر الكلمه نقول ازمتنا ازمه حنان، ليس كذلك؟ نقول لكم قصه واقعيه. مره في الجامعه في المدرج دخلت قطه هره، دخلت وطلبه وبغات تقول صب صب يعني بعدوها، حتى وصلت الى فوق المنصه درت لها هكذا يعني بالاشاره، طلعت فوق يعني ندير محاضره وهي هكذا، وانا حبيت نوصلهم رساله درت لها هك على بالك القطه، وبعدين رقدت سكت قليلا على جال الضيفه الكريمه. ما قلت لهم الان كي كانت بيناتكم كانت تهرب، درك الان حست بالامان، هذه ازمه حنان. تبقى وتحب على مستوى الاسره، على مستوى المجتمع، على مستوى العالم. الا نعيش الان على مستوى العالم ازمه حنان؟ وكان هناك الرفق، هناك حنان، ما تكون حروب، ما يكون عدوان، ما تكون اضطرابات، ما تكون فتن داخل الاسره، داخل. فالطفل باش ننمو القدره العقليه تاعو اعطوه الدفء والحنان ويقوى عقله. وفي الاخير اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.